تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك ردا على برقية سموه المهنئة بمناسبة تعيين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد بدولة الكويت وأعرب سمو أمير دولة الكويت في البرقية عن خالص شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مشاعره الأخوية الطيبة مثمنا أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والعافية ولشعب مملكة البحرين كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه